في يوم من الايام بتصحى من النوم عادي زيك زي اي واحد طبيعي، تاخد الدش التمام بتاعك وقهوتك المظبوطة وتنزل تركب المواصلات رايح شغلك زيك زي اي واحد طبيعي برضو. وفجأة وانت قاعد في المواصلات تبدأ تفكر، يا ترى انا قفلت باب الشقة؟ يا ترى انا قفلت البوتاجاز؟ طب طفيت الماتور بتاع المية؟ طب معايا او اخدت مفاتيح مكتبي؟ هتقعد لحظات كتيرة تقنع في نفسك انك تبطل الهلاوس او الافكار دي، بس للأسف مش هتقدر. عارف ليه؟ هقولك بس بعد الانترو. الوسواس القهري يعتبر حديث النفس او الوسوسة. بيعتبر الوسواس القهري واحد من الامراض العصبية. طب انت تعرف ان من بين كل 40 شخص فيهم واحد عنده وسواس قهري؟ المشكلة كلها يا جماعة تكمن في ان الوسواس القهري المرض ده مش مزعج لصاحبه بس، لا ده مزعج لاهله لصحابه ولكل المقربين اليه. انا اعرف واحد علشان يصلي بيقعد واحد جنبه يقول له بعد كل ركعة هو ناقص له قد ايه. انت متخيل؟ وساوس في كل حاجة، وساوس الموت وساوس العبادات، وساوس في الطهارة والنظافة والوضوء، وساوس دايما بتجيله انه ممكن يغلط في شغله ويترفد او يجيله مرض خطير، وساوس في كل تصرف هتوصلك لافعال غريبة هتتعبك نفسيا وتخليك مكتئب دايما. الوساوس دي هتوصلك لمرحلة ان انت هتكرر الوضوء والاغتسال والصلاة والقراءة والكتابة حتى العد. وساوس هتخليك كل شوية تغسل ايدك في كورونا او غير كورونا انت شغال عمال تغسل في ايديك. اسباب الوسواس القهري بيرجع للجينات او الاجهاد او التغيرات الحياتية او الشخصية او الوظيفية او التغيرات في طرق التفكير. الوسواس القهري بيبدأ في سن البلوغ واعراضه بتتفاوت من شخص للتاني وبتزيد مع الضغوط. الوسواس القهري بيجي لحوالي 2.3% من الناس في مرحلة معينة من حياتهم ومنتشر في العالم كله، وبالتحديد بيجي في مرحلة السن اقل من 35 سنة. واحد يقول لي قشطة بقى كده، ايه تمام، انا بعد 35 سنة الدنيا تمام مش هيجي لي حاجة. اقول له لا للأسف، هي بتيجي وبتبقى اصعب بعد عمر ال 35 سنة. في طريقتين لعلاج الوسواس القهري. الطريقة الاولى العلاج الدوائي، وهو انك تاخد علاج بيعوض النقص في السيروتونين، وهو المسؤول الاول في ظهور الافكار الوسواسية والافعال القهرية. مش كل فكرة وسواسية تجيلك تقعد تفكر فيها، لا وقف وما تفكرش وما تتكلمش عنها كتير، علشان التفكير ده هو اللي هيخليك تعمل افكار وتصرفات قهرية. الطريقة التانية العلاج المعرفي السلوكي، وهو انك تتعامل مع المرض بصورة طبيعية جدا زيه زي الضغط والسكر، بانك تفكر بطرق سليمة ازاي تفرق ما بين الافكار الوسواسية وبين الافكار الصحيحة. يعني مثلا فكرة انك تكرر الوضوء بعد وضوءك بوقت بسيط جدا، يجي لك وسواس يقولك انك ما غسلتش ايدك او وشك او حطيت مية على شعرك، لو سلمت نفسك للوسواس ده هتقعد بعد كل مرة وضوء تتوضى تاني. تكرار الوضوء بيبقى مع الحدث بس، غير كده ما تكررش الوضوء ابدا. وكمان تركز وانت بتتوضى وتتوضى بهدوء، قيس بالمثال ده كل فكرة تجيلك، يا ترى هي صح ولا وسواس؟ ولو وسواس وقف وما تفكرش فيها. الخلاصة بقى اللي عايز اقولها لك، لو حسيت ان انت تعبان او نفسيتك تعبانة ومخنوق قوي، اكشف وما تترددش لحظة. بجد الكشف مش عيب، هيطمنك على نفسك وهتعرف من خلاله اللي انت بتمر بيه ده ايه واللي انت حاسه عبارة عن ايه. وبكررها لك تاني، ما تسلمش نفسك للافكار الوسواسية، وحاول على قد ما تقدر تفرق ما بينها وما بين الافكار الصحيحة. واعرف ان نسبة الشفاء من الوسواس القهري بتزيد عن 85% من الحالات، وربنا يحفظ الجميع يا رب. وبما انك وصلت خلاص للمرحلة الاخيرة في الفيديو اللي هي النهاية، تفتكر انا في بداية الفيديو قلت لك اشترك في القناة وفعل الجرس واعمل لايك ولا لا؟ اذا انت بتفكر، لا لا ما تفكرش كتير، انت سليم مش محتاج تكشف. انا بس بفكرك ان انت تشترك في القناة وتعمل لايك للفيديو. انا خلاص خلصت، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.